السلام عليكم أصدقائنا ومتابعينا الأعزاء. الفيديو الذي سنعرضه عليكم أو الفيلم الذي سنعرضه عليكم اليوم يختلف عن الفيديوهات السابقة. تعودنا أن ننقل لكم أشياء مختلفة بحيث لا يتمكن غيرنا من تصويره أو نقله. نحن في جرموك الآن. تعودتم أن تشاهدوا جرموك وشلالات جرموك من الأسفل. واحنا ايضا عرضنا لكم عدة مرات ونقلنا لكم بشكل مباشر واحنا نصور الشلال من الاسفل. اليوم عملنا مغامرة جديدة انا وبمساعدة السواح اللي معايا الشباب. دائما كانوا اللي يجون مترددين لكن ما شاء الله الشباب اليوم عندنا من الامارات سوولنا وهس على وهسهم. دخلنا الى داخل الغابة وجدنا المكان الذي يمكننا أن نصور شلالات جرموك من فوق. تابعوني لكي تتمكنوا من مشاهدته. هذا النهر الذي يصب فيه مياه المتساقطة من شلالات جرموك. نحن فوق الآن فوق الجبل وهذا الوادي الذي يجري فيه النهر نهر أرفا. هذه الصخرة وهذه الصخرة الكبيرة أو الجبلين المنشقين الذي يجري فيهما الشلال شلال جرموك. نقترب أكثر لنتمكن أن نصور لكم الشلال من فوق. هل أنتم مستعدون لمشاهدته من فوق؟ إذن هذا هو شلال جرموك. هكذا يبدو الشلال من فوق. أعتقد عجبكم المشهد ولا تضغطون علي أكثر حتى أتقدم أكثر لأن ارتفاعه تقريبا 84 متر. يعني إذا سقطنا تقرون علينا الفتح. أوكي؟ خلي نكتفي بهذا القدر من التقرير لهذا اليوم وأعمل أن أكون قد وفقت بنقل شيء جديد لكم. إن كنتم فعلا ترغبون أن تقدموا لنا الشكر أقول لكم شكرا. الأفضل لكم أن تضغطوا على زر الاشتراك في قناتنا لتتمكنوا من مشاهدة كل ما ننشره لكم. وابقوا على تواصل معنا من خلال الفيسبوك. لدينا صفحة الأصدقاء. طبعا عندي تقريبا اكتمل الحد قريب 5000 شخص. بإمكانكم أن تتابعوننا من خلال صفحتنا بعنوان أرارات للسياحة. يمكنكم أن تضغط اللايك على صفحتنا اللي هو فان بيج. هناك أيضا ننشر كل تقاريرنا. كان معكم هايك دانيال من أرارات للسياحة.